السلام عليكم. تجربة أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل الله يحفظك. أنا حضرتك، أنا طالب في كلية الطب، فدخلت العناية المركزة كم مرة يعني كده، فبيحصل هناك إن في بعض الحالات بيحصل لهم حدث مع موت كلينيكي. أيوه. هو يعني الشخص ميت، ولكن هو مش ميت، يعني هو الشخص اللي لن يستفيد من عصير تاني، يعني مش هيزيد من عصير تاني. نعم. هو الشخص ده بيحصل إن أهله مثلا ما بيعرفوش يدفعوا له كل يوم مثلا 1000 أو 2000 جنيه في مستشفى خاصة ولا بتاع، والشخص ده كده كده لن يستفيد تاني. خلاص، إذا شاهد الأطباء، الشخص ده يعني يجوز إن إحنا نفصل عنه الجهاز التنفسي. ما هو نسألك سؤالا، يعني إذا شهد الأطباء أنه ميت إكلينيكيا، وأن حالة كهذه لم تشفى وإنما هو ابتزاز لأموال الناس، فيجوز لنا في هذه الحالة بعد قرار الأطباء أن ننزع الأجهزة وهو لن يموت ناقصا عمر؟ والله أعلم. شكرا. الله يسلمك.